في أجواء ماطرة تبدأ المباراة. نتمنى بأن تكون أرضية الملعب مجهزة لمثل هذه الظروف المناخية الصعبة. تبدأ من عند البايرن. رودريكيز. مارك بارترا. ضغط من ألابا الحصول على الكرة. لوكاس بيتشيك. ضغط وخلص الكرة من على الطرف. مارك بارترا. حكم رائع تسبب التسلل. تياغو الكانتارا. والضغط عالي في منطقة الخصم واستخلاص الكرة. فرصة للكرة ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. أوباميانغ. وضعية اختلفت. أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. تياغو الكانتارا. الحكم يحتسبها خطأ على بروسيا دورتموند. تياغو الكانتارا. روبرت ليفاندوفسكي. أوباميانغ بيمر فيها بيعدي فيها راح أوباميانغ. تصدي ممتاز من الحارس في الكرة. ما زال بايرن ميونخ غير قادر على التسجيل اليوم.
كره بشكل سليم، لكن التمريره كانت خاطئه. مارك بارترا كرة ثابتة في هذه المنطقة. كرة عالية تخطى المرمى. استعاد الكرة على الجناح بعد ما انكرها بشكل سليم. تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. يقطع الكرة بشكل سليم بذكاء في اللقطة الماضية. أوباميانغ لو عدت الكرة البينية كان ممكن تكون واحدة من أحلى اللعبات، لكن تحسب للمدافع في اللقطة الماضية. مارسيل شميلزر، ماريو كوتسه، شوف كيف يرسل الكرة، شوف كيف لعبها. تصدي ممتاز، يبعد الخطورة في هذه الكرة. الشوط الأول ينتهي 0-0. 45 دقيقة مرت، المباراة لم نشاهد المتوقع من خلالها، لم يكن ذلك الشوط بحجم التوقعات والطموحات، مباراة عشوائية. دورتموند يعلن عن بداية الشوط الثاني. مارسيل شميلزر رودريغيز نوري الشاهين، يا سلام على التحرك، شوف التوقع، شوف اعتراض الكرة بشكل سليم. الفريق يقراها صح واعتراض رائع للكرة. كانت فرصة متاحة للتقدم ولكن في النهاية ضاعت. تغيير في صفوف بايرن ميونخ. الكرة كرة بتلعب على الجنب الآن لفرانك ريبيري، روبرت ليفاندوفسكي، تمريرات متتالية بشكل جميل. روبرت ليفاندوفسكي، الله على الدفاع، شوف قطع الكرة قبل ما تشكل خطورة. خطأ في مجال خطير. محاولة التقدم في اللقطة الماضية لكن الفرصة ضاعت. الاستحواذ مع بايرن ميونخ. تحرك ممتاز من اللاعب. كرة اللعبة. الكرة الماضية بيقطع.
نشاهد تغيير في صفوف البايرن مع أول توقف في المباراة. تصدي رائع حقيقة، حارس المرمى يقدم مباراة كبيرة، ضغط كبير على حامل الكرة من بواتينغ. أرتورو فيدال تغطية سليمة بيبعد الخطورة، كرة سهلة على الدفاع بعد تمريرة ضعيفة. خامس رودريغيز، توليسو، روبرت ليفاندوفسكي، لاعب يسقط على أرضية الملعب. يبدو بأن هناك أيضا إصابة في العضلة، نتمنى بأن تكون الإصابة بسيطة وأن يستطيع اللاعب أن يكمل ما تبقى من زمن هذه المباراة. واضح أن اللاعب مرهق في هذه اللحظات وغير قادر على إكمال المباراة. الكرة مع البايرن، فرانك ريبري. 5 دقائق أخيرة مثيرة من عمر هذا اللقاء، هدف واحد يفصل بين الفريقين. حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. دورتموند متأخر بفارق هدف وغير قادر على تعويضه حتى اللحظة. كرة بالخطأ كانت سيئة في اللقطة الماضية، الكرة بتتحول إلى رمي التماس. تغيير تكتيكي من جانب المدرب، يسعى من خلال الحفاظ بعد صراع على الكرة، يطلق الحكم صافرته ويحتسب خطأ على دورتموند. فرانك ريبري، جيروم بواتينغ، خلص المدافع. أي توقيت المدافع يقطع الطريق، يا سلام على الاعتراف. الله على العرضية، الحكم يطلق الصافرة وأن نهاية الوقت، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية الحلم والمشوار وليست المباراة فحسب.